جيد أن نعترف أن هناك خسارة كبيرة للسياسة الغربية في أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب على أفغانستان. ما هو المخرج؟ هل ستعود طالبان؟ هل ستعتبر شريك؟ وإذا ما عادت فماذا فعلتم أو ماذا فعل الأمريكان في أفغانستان إذن؟ طبعا لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث، وجزء من المشكلة ما نسميها الطالبان هم ليسوا فقط حكومة، هم طبعا هم هناك طبعا مجاميع كثيرة، هناك لا أحد طبعا ممكن أنه يحارب الحكومة الأفغانية، لكن أيضا هناك عدم سيطرة في الحكومة، وعلى الأرجح أنه سوف ترون تقريبا ما كان هو يشبه ما حدث سابقا، وأيضا هناك حكومة تعتمد على القبائل، وأيضا من الممكن أنه تكون حكومة مستقلة، وأيضا حكومة حكم ذاتي، وزار الشريف ممكن أنه يعمل مختلف، وأيضا يكون هناك الحكومة المركزية ليس لديها صلاحية الكبيرة خاصة من ناحية عمليات الأمنية وما السياسة عبر البحار. وأيضا الشيء المهم هو دور باكستان في هذه المسألة، إذا كان مثلا هناك طبعا أفغانستان ممكن أن تعترف بها من قبل باكستان ومن ناحية الأمنية، وباكستان هي تلعب دورا كبيرا أيضا في هذا الموضوع، وسوف يكون هناك طبعا أي انسحاب من أفغانستان. يعني أفهم من ذلك أنه ربما هذا فهمي أنا، ربما يكون هناك مرحلة لإدماج طالبان في المشروع السياسي في أفغانستان، أم أن هذا مستبعد؟ Or not. Well. أحد المشاكل والتحديات التي تأتي من ناحية الاستقرار في أفغانستان هو نحن لسنا متأكدين أنه ممكن أن يكون هناك أشخاص يقولون الطالبان سوف يوافقون على التوقيع على بعض الاتفاقات، لكنه سوف تكون هناك بعض التفاوضات. أنا لست طبعا متفائل جدا من هذه الناحية، الطالبان هم طبعا متشرذمة وليسوا هم موحدين، وهذه أحد الأمور الذين تثير الغرب، الذين هم ليسوا من الأشخاص الذين ممكن أن نناقشهم أو نتفاوض معهم. إذن دعنا ننتظر ونشاهد ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة في هذا الملف. أعود